مع بداية الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، كانت لمصر مواقف ثابتة من اليوم الأول للحرب، مواقف تتمثل بشكل أساسي بالدعوة لوقف إطلاق النار، رفض فكرة التهجير لأشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم. ومصر كمان قدرت تتبنى موقف يعني منسجم مع الثوابت الخاصة بالسياسة المصرية، وموقف أوروبي كمان حاول أنه يعدل من بعض مقاربته لما يحدث في غزة بشكل كبير، ورفضه لمخططات تهجير الفلسطينية، وأيضا الدعاوى الخاصة بتصفية القضية. كان في دور مصري قوي جدا على المسار السياسي، ونقطة الحل الأساسية أو مفتاح الحل هو حل الدولتين. أكيد خلينا نعرف تفاصيل. معانا على التليفون السفير محمد العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، نعرف منه ماذا يحدث بالفعل على أرض الواقع. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سعادة السفير. رؤية مصر في ترسيخ رفض التهجير بخروج الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم في غزة، لو قلنا كيف تطبق على أرض الواقع؟ يعني رفض التهجير طبعا مصر ترفضه رفضا تاما، لأن هذا يخص الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري. الأمن القومي العربي القضية الفلسطينية قضية أساسية بالنسبة له، وعمليات التهجير المقصود بها التخلص من القضية الفلسطينية وانتهاء منها تماما. نعم. وهذا أمر في منتهى الخطورة، وأعتقد أنه يعني اعتداء كبير جدا على الأمن القومي العربي أن يتحدثوا بهذا الشكل. ومن ناحية مصر، موضوع انه يعني نقل الفلسطينيين الى من غزه الى صحراء سيناء، هذا امر في منتهى الخطوره، هذا امر يخص الامن القومي المصري مباشره، يعني بجانب الامن القومي العربي وخطوره والقضيه الفلسطينيه التي هي القضيه الاساسيه في الامن القومي العربي. فمصر ترفض رفضا تاما ان يتم يعني خروج الفلسطينيين من غزه الى 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 سيناء. هذا امر يخص صحيح. يعني الامن القومي كما قلت، الامن القومي المصري والامن القومي العربي. سعاده السفير، في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس مع السيده اورسولا فوندرلاين رئيسه المفوضيه الاوروبيه، كان لافتا جدا تاكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه مصر ترفض التهجير داخليا داخل غزه او خارجيا. يعني نتوقف عند هذا التعبير تحديدا، انه نحن نرفض حتى تهجير الفلسطينيين من بيوتهم داخل القطاع او التهجير القسري خارج القطاع الى الاراضي المصريه. طبعا، لان هذا امر يخص يعني ما يتم داخل غزه هو مقاومه، ومن حماس هو مقاومه، وحماس جزء من المقاومه الفلسطينيه ضد الاعتداء الاسرائيلي، والفلسطين تعيش حاله اعتداء منذ عام 1948 حتى الان. فالفلسطينيين في الحقيقه يعني في موضع الدفاع عن انفسهم، ومن هنا فرفض التغيير يعني نقله من مكان الى مكان اخر بالقوه، هذا امر في منتهى الخطوره، هذا بجانب خطوره الاعتداء على الاطفال والاعتداء على النساء والاعتداء على كبار السن، هذا امر في منتهى الخطوره وفعلا يهدد ب يعني صراع قوي جدا في منطقه الشرق الاوسط، وإن لم يكن صراعا عالميا وتغييرا في النظام الدولي الحالي. أكيد بنشوف نجاح كبير للقاهرة في بناء موقف أوروبي رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين، وزي ما بنقول كده خلقت رأي عام دولي في هذا الموضوع. طبعا يعني الرأي العام يعني أن النظام الأوروبي يعني متأثر بالمظاهرات والرفض الشعبي الأوروبي، موجود أيضا لموضوع نقل الفلسطينيين من مكان إلى مكان وعدم تسوية القضية الفلسطينية، هذا أمر في منتهى الخطورة. هم يحاولون أن يفعلوا شيئا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الدولي ما زال يعني في موقع يعني خطر جدا وفي موقع ضعيف جدا، ولا يستطيع ان يفعل شيئا، رغم ان السكرتير العام للامم المتحده قال الحقيقه، ولكن نحن نعيش في المنطقه، يجب ان نفهم هذا جيدا، نحن نعيش في منطقه حاله صراع حضاري، صراع بين الحضارات، بين الحضاره العربيه الاسلاميه والحضاره الاوروبيه المسيحيه الصهيونيه التي تريد ان تجعل اسرائيل اقوى دوله في المنطقه وتسيطر على كامل المنطقه كلها. إذا بنضحك على نفسنا إذا كنا ما حشنا من هذا إلى الآن. بالأمس سعادة السفير تابعنا يعني المؤتمر الصحفي لمجلس حرب الحكومة الإسرائيلية،
وكان في حديث فيما يتعلق بضرورة ترك مواطني غزة بيوتهم في الشمال والتوجه إلى الجنوب، والحديث بشكل مباشر أنه منطقة الشمال هي منطقة عمليات، وأيضا سوف ننتقل إلى على لسان يعني قادة الحرب الإسرائيليين، سوف ننتقل لمتابعة ومواجهة أفراد المقاومة حتى في الجنوب، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. هل هناك تفكير ما يعني مرحلي في العقلية الإسرائيلية بالتهجير من شمال غزة إلى جنوب غزة، ثم سيناريو آخر بالضغط إلى التوجه إلى سيناء؟ يعني هذا يعني بيضحكوا علينا، بيضحكوا على نفسهم، يعني هم عارفين الحقيقة تماما وعارفين أنهم دولة يعني دولة احتلال، وأن المقاومة الفلسطينية في غزة وفي الضفة الغربية هي مقاومة من أجل الحرية ومن أجل استقلال ومن أجل الاستقلال ومن أجل أن تكون هناك دولة هي عاصمة قدس الشرق. هذا الأمر هام جدا، ويجب أن يفهم الإسرائيليون هذا، وإلا فإن العالم كله سيدخل في حالة حرب، وهو بالفعل في حالة حرب حضارية بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الأوروبية المسيحية الصهيونية التي تريد أن تجعل إسرائيل هي الدولة الكبرى المتحكمة في المنطقة كلها والمسيطرة على كل دول المنطقة. سعادة السفير، من النية للفرات، هذا وهذا كذا، من النية للفرات، هذا أرض فيها بني إسرائيل. هذا كلام في منتهى الخطورة. صحيح. سعادة السفير، فكرة التهجير في حد ذاتها وطرحها على الأرض في الكلام ده خطورته إيه على أرض الواقع، وده خطورته إيه أصلا كمان على القضية الفلسطينية في حد ذاتها؟ لا، خطورته على القضية، هم يريدون أن ينهوا القضية الفلسطينية تماما، يخرجوها، يعني بدأوا بعملية التطبيع ونقوة التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، ولكن الشعوب العربية كلها بما فيها الشعب المصري الأصيل يرفض التطبيع رفضا تاما، لأنه طالما لم تقم هناك حل للقضية الفلسطينية وتكون هناك دولة فلسطينية بجانب الدولة اليهودية، فهذا أمر في منتهى الخطورة ولا يمكن أن يقبل به أحد، لأن هذا اعتداء على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. وهناك توحد في المواقف العربية وأيضا مواقف كثيرة دولية ضد هذا السيناريو، أو ضد فكرة التهجير القسري أو الوطن البديل أو المصطنع داخل سيناء بالنسبة للفلسطينيين. هنا يعني تكمن الأهمية في ضرورة دعم الفلسطينيين للبقاء في أرضهم، وهذا تكرر في الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي أكثر من مرة، لن نترك أرضنا، ومواجهة هذا السيناريو بمزيد من الصمود والتشبث بالأرض، آلية تحقيق ذلك يا فندم؟ هم بدأوا بالفعل من يوم 7 أكتوبر بدأوا فعلا في غزة بهذا الشكل، وما زالوا متمسكين بحقهم في البقاء وبحقهم في دولة فلسطينية وبحقهم في حل القضية وبحقهم في إنهاء الإسرائيلي الاحتلالي في المنطقة في هذه المنطقة في غزة. هذا امر في منتهى الاهميه، وفعلا يعني نحتاج الى مزيد من التعاون ومزيد من يعني اللقاء مع الدول العربيه والدول الصديقه ايضا من اجل دعم الفلسطينيين في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي. احنا شايفين تحرك الاسرائيلي طول الوقت، انه زي ما كان محمد بيقول لا مكان امن في فلسطين كلها بقى مش في غزه، لانه بداوا بالشمال، احنا شايفين ان الجنوب كمان في عمليات كتير وبيتم قصفه، هل ممكن يتوجهوا بعد كده كمان للضفه؟ نعم، ده هو بالفعل هناك الصراع قائم في الضفه حاليا، وهناك يعني حاله حرب موجوده في الضفه الغربيه، ولكن يعني هي اقل مما يحدث في غزه، لكنها حرب موجوده بالفعل، لان اسرائيل تريد ان يعني تحل يعني عمليه طرد الفلسطينيين من الضفه الغربيه ايضا بجانب طردهم من غزه. هذا امر في منتهى الخطوره ولا يقبله احد، ولا يقبله الامن القومي العربي ولا الامن القومي. أكيد، كل الشكر ليك سعادة السفير محمد العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا.